في النهاية تتوقع ايه للمباراة دي، ولا مباراة خارج كل التوقعات؟ خارج كل التوقعات 100% خارج اللي كل يقول غير التوقعات. كده، بصي مع احترامي الشديد طبعا كباتن كبار واسامي عظيمه جدا، ومش هقول اسامي طبعا، بس هم يعني تاريخ مشرف جدا في الكره المصريه، بس التوفيق جانبهم شويه او لم يصادفهم التوفيق في التصريح ده. انا فاهم طبعا ان هم بي بي بيتكلموا بمنطقيه انه الاهلي اجهز فنيا ومستقر. انا كنت وبحماس بقوله وبرغبه. بالظبط كده، حد كان منتمي لنادي او الاستيل منتمي لنادي بيتكلم بحكم انتمائه، بس الواقع بيقول ان مباراه الاهلي والزمالك كلما اتمأنيت لها جاءت النتيجة معاكسة تماما، وعد من ده كتير جدا. بالمناسبة أي فرقة بتطمئن زيادة عن اللزوم أنا ببقى عارف إن هي هتخسر 100%. ليه؟ لأنه تخيل أنت، هقول لك أنت داخلة مسابقة مع مذيعة تانية على أفضل مذيعة في إفريقيا، بس التانية كده كده كسبانة، أنت هتبقي رايحة الكونتست دي عاملة إزاي؟ مذاكرة ولابسة ومذاكرة الطرف التاني وشايفة البادي لانجوج بتاعته عاملة إزاي؟ فهو نفس القصة بالظبط، أنت بتدي حافز التقليل من منافس، خاصة لما يبقى منافس كبير زي نادي الزمالك، التقليل منه أو من إمكانياته الفنية مش هيعمل أي حاجة غير إنه هيديله حوافز وهيديله دوافع وهيديله حماس في أرض الملعب، قد يكون سلاح ذو حدين. بالمناسبة يعني نقول 50-50 المباراة دي؟ لا، ممكن نقول 45-55، 55 للأهلي عشان الاستقرار وعشان التشكيلة وعشان الجاهزية، و 45 للزمالك، أو خليها 52-48، هي النسبة هتبقى متقاربة جدا جدا جدا. هنشوف يا خالد وهنتابع. شكرا جزيلا لوجودك معانا.